احنا اسمنا كرافتوم سنترال كلوب السي سي سي، الناس بيقولوا لنا كشورت يعني حاجه قصيره. احنا اصلا مجموعه بتاعت شباب نشتغل اشغال يدويه بانواع كثيره، نشتغل كروشيه مثلا هو بالصوف، نشتغل اوريجامي بالورق الفن الياباني، نشتغل نعمل دفاتر يدويه اشغال يدويه يعني دفاتر شغل يدوي، نعمل اساور، نعمل يعني كميه حاجات. حتى بدينا الايام دي ندخل في الديكور، الديكور لقيناه هو حاجه حلوه يعني جميله، وممكن بالاشغال اليدويه اللي هي اللي اسمها دي اي واي دو ات يور سيلف ممكن نعمل حاجات خرافيه فيها. يعني عجبتنا الفكره ووصلنا يعني الحمد لله. يلا احنا هسي كان حوالي 7 اشخاص يعني بنشتغل، شابين وخمسة بنات. الشباب بيساعدونا في الجرافيك ديزاين وفي الميديا أكتر حاجة، البنات هم بيحبوا يشتغلوا كل واحدة متخصصة في حاجة معينة بتشتغلها، واحدة مثلا في الشنط، واحدة في الورق كده يعني. إحنا أساسا بدينا بداية يعني تعبانة شوية في 2013، كنت خريجة جامعة وجاتني الفكرة يعني إنه لاحظت إنه الشباب يعني ما عندهم مخرج للستريس وللتعب وكذا، طوال قرايه. قلت يعني ما خلاص ما نلم الشباب دول عشان يجوا يعني يفرغوا ويتعلموا حاجات يعني ظريفه، لان انا بصراحه لما اشتغلت اشغال يدويه بحس براحه نفسيه يعني، ولا كنت يعني جنيت زمان الحمد لله. بس انضميت لكرافتو تقريبا برضه هم لما بدوا 2013، كنت اتعرفت على ميس في اللغة اليابانية، الاثنين كنا نقرأ لغة يابانية، وأنا أصلاً كنت بحب الأوريغامي قبل ما أعرف اللغة اليابانية. الأوريغامي اللي هو فن طي الورق، فعرفت ميسي برضو بتحب الحاجة دي شديد، قلت لي إنه في كلب يعني هي وصاحبتها منه، انضميت لهم من الزمن ده، كان تاني بقيت معهم يعني بقينا بنشتغل فن طي الورق اللي هو الأوريغامي، وهم بيشتغلوا حاجات تانية. بنستعمل في الأوريغامي الجرايد، ممكن نستعمل الA4 أو الA4 العادية دي، برضو بنعمل ريسايكلينج لأي حاجة فيها ورق ممكن نعمل بها أي حاجة يعني. الأوريغامي ممكن نستخدمه في الديكور، ممكن نستخدمه في حاجات البيت كتير يعني، مش إنه هو عشان ورق تقول أنا ما حقدر يكون قوي، لا ممكن أضيف له جوه كرتون وأخليه يبقى أقوى يعني، استعمل في حاجات كتيرة. الناس بتحب المجسمات أكتر شيء، الـ3D دي لأنها بتكون قوية وما يعني تبوظ بسرعة، فأكتر ناس بيحبوا يا هالحاجات اللي بتكون 3D زي الضفدع ده وزي المجسمات الصغيرة حقت البطاريق دي، الناس بتحبها شديد لأنه قوية وما بتبوظ لهم يعني، حتى لو تكبت فيها موية ما بتبوظ بسرعة. ما كنت أصلاً بعرف، بحب يعني الأشغال اليدوية كده لكن ما عندي خبرة إني مارستها وكده، فجيت بديت تعلمت معاه من البداية من الخطوات الأولى وكده، والحمد لله يعني اشتغلت دربت لحد الحمد لله قدرت أعمل منتجات كويسة، وبقيت بشتغل معهم وحتى ما يعني منتجاتي ما تتباع وكده. والله شايفة يعني ما شاء الله كلهم بشتغل معهم عندهم أفكار جميلة وبيطمحوا ليه يعني أماكن عالية ما شاء الله، فإن شاء الله عندنا أفكار جميلة حابين ننفذها. وبالكروشيه حتى يعني ممكن ندمجه مع حاجات معينة يعني نعمل حاجات ارتستيك كده عشان يكون في تغيير شوية من حياة الزمان، أصلا معروفة بالكروشيه بتتعمل وخلاص، فإن شاء الله نطمح إن شاء الله إنه يعني نصل لأبعد من كده، وبنحب إنه نوفر لزبائننا حاجات متوفرة متنوعة يعني أنواع متنوعة. نشتغل برضو ورق أوريغامي ونشتغل دفاتر، دفاتر بنعملها بصنع يدوي والكفر بنعمله بأشكال مختلفة. الأوريغامي هو أصلاً فن ياباني، هو لو إحنا أصلاً أكترنا طلبة بتاع يعني اللغة اليابانية بنحبها شديد، عشان كده يعني في منا شاركنا في اليوم الياباني لو سمعت عنه جابان دي، عملنا بوث بتاع طرابيزة بتاع أوريغامي وعجبتنا الفكرة شديد، اللي هي أشكال بالورق يعني بجعة على ضفدع على حاجات زي كده يعني، وصلنا في الموضوع. بس في ناس بيحبوا يشتروها وبيحبوا يعني يتعلموا كيف يشتغلوها كده يعني. إحنا أساساً القلب بتاعنا مش بس من بيع، بنحب نعلم، نعمل ورش ونعمل جلسات، ناس تيجي تقعد معانا وتتعلم يعني، لأنه حابين إنه كل الشباب يستفيدوا من الحاجة دي،
يحبوا يتعلموا الحاجة دي. إحنا أصلاً يعني تعلمناها من النت ونورزها على الناس عشان يقدروا يعني يواصلوا الحاجة دي. وصلينا في الفيسبوك، إحنا شغالين أساساً أونلاين، عندنا صفحة الفيسبوك بتاعتنا facebook.com/craftoom. أي زول عاوز يواصل معنا بواصل معنا في المسج، في المسجز يعني أو في الكومنتس. دي أساساً شغلنا يعني أساساً بالفيسبوك. الاسم جات من كرافت اللي هي الأشغال اليدوية عموماً، اسمها كرافت بالإنجليزي، وخرطوم قمنا دمجناها مع بعض بقت كرافتوم عشان يعني يورينا حاجة دي في النهاية سودانية يعني.